لكن يقال انه صندوق النقد او رشدته كانت السبب في اللي حصل في الارجنتين. يعني نظريه المؤامره انه صندوق النقد هدفه افلاس هذه الدول لكي يقرضها ولكي تتحكم فيها الدول الاستعماريه, دي نظريه. قالوا نهايه الخيار خيارنا والقرار قرارنا. نحن في طريقين للخروج من الأزمة. الطريق الأولاني من خلال اللجوء إلى المؤسسات الدولية والاستماع إلى استشاراتهم ونصائحهم والعمل بها, وطريق تانية أقول لا أنا هقفل بقى على نفسي الباب لو تمكنت من ذلك, وهحل مشكلتي بنفسي بدون اللجوء إلى أحد أو إلى أي قوة أو إلى أي مؤسسة من المؤسسات الدولية. ده ممكن ولا مستحيل؟ أنا في تقديري مش ممكن.